هلا هي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم باياك نعبد، هي ابداء باياك نعبد وبإذن نعبده رأسا ان اهدنا باقتضاء الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلينا نصلحها. طيب يعني كيف نصلح؟ نصلح الفهم يعني الفهم. نعم. أنعم عليهم هم من اتبع الصراط المستقيم. نعم هذا واضح من سياق. نعم. الصراط الذين أنعمت عليهم ومن أقام بالشعائر ومن أقام أولا من اتبع الصراط المستقيم. نعم هل حسنا على التقوى؟ تقوى الإسلام، تقوى الإيمان. نعم. تقوى الإحسان. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هن بيقولوا غير المغضوب عليهم يعني اليهود والضالين يعني النصارى يعني. طيب والبوذيين معلش مو من عباد الله البوذيين؟ شو وين وين هون وضعون؟ شو وضعون؟ يعني التفسير اللي يقول ان المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين قد يكونون من اتباع محمد او اتباع موسى او اتباع عيسى او اتباع موسى او اتباع اتباع اي انسان. كل هناك بنود للصراط المستقيم، من خرج عليها فهو ضال، وهناك بنود من خرج عليها فهو من المغضوب عليه كائنا من كان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. بغض النظر عن ديانته من يقتل متعمدا بوزي فيتول. ليش جت هالآية دكتور ومن قتل مؤمنا؟ مؤمنا يعني مؤتمن، مؤمنا يعني مؤمن بالله. يعني مأمنك انه ما عم يساوي لك شيء. مؤتمن لك، مؤتمن عندك. مش التعريف الفقهي للمؤتمن بمعنى اللي هو المعاهد. لا انت واحد مأمنك ما عم يحاربك. معناتها ما بصير تقتله. ومن قتل مؤمنا معنى مؤمن هنا يعني من يأمنك ولا يتوقع منك غيلة. طب من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن فهو من المغضوب عليه ومن وملعون. طيب بشهادة الزور والخامسة أن غضب الله عليها مغضوب عليه وبالنسبة له والخامسة أن لعنة الله عليه. طيب أنت قروا المصحف وشوفوا مين المغضوب عليه من الضالين. قد يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أتباع موسى، أتباع عيسى، أتباع موسى كذا، أي واحد ممكن يكون. أما تجي لي كتلة واحدة إنه ودون مغضوب عليهم. طيب الله غضب على بني إسرائيل، غضب على بني إسرائيل كمجموعة معينة محددة. يعني الله غضب ومو مفتوح، الله غضب ومفتوح على لا. لأنه أنا معك دكتور حينما نقول المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى. طيب ماذا عن الضالين الآخرين؟ صح ممن ليسوا يهودا ولا نصارى. لا من الضالين مين أكثر شيء؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن اختلاف فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هو من الضالين. إذن هو مشمول بالضالين. طيب أي واحد طيب وأي مجموعة مشمول طيب. يعني من الضالين هذه منين بالثبات؟ المؤمنين بالثبات طبعا. هذول ما قال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الضلال.